ما عندناش شويه الحظ تنظن اليوم عكسنا شويه الحظ راكم شفتوا، ولكن انا نثق في ان العناصر ديال الفريق ديالي ان شاء الله مستقبلا غتكون احسن. هذا بدايه مشروع تنظن، باش فريق باش يكون فريق يكون في مستوى يكون تفاهم خاص الوقت. والان يلا شهر اللي تنعملوا باقي بعض الصعوبات، ولكن الحمد لله جميع اللاعبين فهما تعطيو خلال الحصص التدريبيه تعطيو كل ما في الجهد ديالهم. مقابله اليوم كانت مقابله رائعه ديال جميع اللاعبين اللي وقفوا ند للند الفريق اللي هو فريق الوداد الرياضي، تعرفوا المستوى ديالو، فريق اللي فاز بكاس افريقيا لمده سنوات من اعرق الفرق الوطنيه، ولكن الحمد لله لعبنا بدون مركب نقص ودرنا مقابله كبيره.